أكثر من 160 دولة على طاولة واحدة لمناقشة أزمة الغذاء العالمية. احتضنت العاصمة الإيطالية روما قمة الأمم المتحدة الثانية رفيعة المستوى للنظم الغذائية، وذلك بمقر منظمة الأغذية والزراعة، ورأس وفد المملكة المشاركة في القمة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي. يأتي هذا المؤتمر في وقت شديد الحساسية أيضا للتغير المناخي وما يصاحبه من انخفاض في الموارد الطبيعية للسكان، وأيضا يشهد المزيد من الأعداد التي هي بحاجة ماسة إلى توفر الغذاء. ويعد المؤتمر فرصة لتقييم الالتزامات التي قطعتها الدول في القمة الأولى قبل عامين، إذ تسعى منظمة الأغذية والزراعة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 17، وفي مقدمتها القضاء على الجوع والفقر وتوفير الغذاء للمناطق الأشد حاجة. المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات جادة خلال الخمس سنوات الماضية في رفع زيادة الواردات السعودية وفي النسب الاكتفاء الذاتي. أيضا المملكة العربية السعودية خطت خطوات رائدة في مجال القروض وفي برامج التنمية الريفية لمواطني المملكة العربية السعودية. المؤتمر دعوة لمزيد من العمل من أجل تحويل النظم الزراعية لتصبح أكثر استدامة وإنصافا لجميع البشر. من روما مجدي عنبر لقناة الإخبارية.